يعطيكم العافية وألف مبروك للمودع عياد الغرباوي أو عياد إبراهيم، الناس بتعرفه مودع بفرنسا بانك، اللي أخذت قرار رئيس دائرة التنفيذ ببيروت القاضي مريانا عناني تاريخي. هيدي لحظة مفصلية، هيدي قلبت كل الموازين بالمعركة مع المصارف ومصرف لبنان وكل اللي وقفوا وراهم. اليوم مأمورة التنفيذ بقرار من القاضية مع إدارة البنك عم تخيرهم بخيار من ثلاثة، يا أما دفع الوديعة وملحقاتها فوراً، يا أما افساح المجال للحجز التنفيذي تمهيداً للبيع بالمزاد مع ختم الخزنات أيضاً بالشمع الأحمر، يا أما الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ الحجز بالقوة. هيدا اللي عم بيصير هون بالفرع الرئيسي تبعاً للقرار، عم بيصير بذات الأثناء هلأ بفرع آخر بساسين. وقرار القاضي يشمل كل فروع فرنسا بنك على الأراضي اللبنانية، يشمل أصول المصرف، الأسهم، الموجودات اللي فيها الخزنات والأموال، وبيشمل العقارات اللي نحن عم نتابع بإعدادها، بعد ما كمان القاضي رولا عبد الله مشكورة أخذت قرار برد طلب وقف التنفيذ اللي قدمه المصرف. ونحن الآن بكرر بلحظة حاسمة بملف المودعين لطالما انتظرناها، وبقول